السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم حبيت أقدم لكم مايونيز بالنشا، طريقة سهلة وبسيطة. عنا هون نص كاسة زبادي، نص كاسة نشا، عصير ليمون، ملح، ثوم، نص كاسة زيت وكاستين مي. هلا حنبلش بالطريقة. أول شي حنضيف النشا في وعاء متوسط، وبعدين كاستين من المي. قبل ما نحطها على النار لازم نذوب النشا بالمي عشان لازم نتأكد انه كل النشا ذابت معنا. لأنه مجرد ما تحط النشا على المي بتلزق تحت الطنجرة. هلا تأكدنا انه النشا كلها ذابت. لما تحطوه على النار لازم دائما تحركوه لغاية ما تستوي، ما بصير اذا حطيتوه على النار وما تحركوه. في ناس كتير بتعمل مايونيز بالبيت، فأنا بحب هذا المايونيز، بحب بحس إنه خفيف وصحي للأطفال. مثل ما انكم شايفين هلأ بلشت تستوي. لازم دائما تحركوا. وبعد ما تستوي هذا حيكون قوامها، حنتركها تبرد بعدين نبلش الشغل فيها. هلا مثل ما انكم شايفين النشا بردت. اول شيء حنضيف عليها عصير ليمون، بعدين نضيف الزبادي عليه، زيت، نضيف الملح والثوم. هلا هنجيب الخلاط ونخلطه كله مع بعضه. حطينا كل المكونات مع بعضه، هنضربه بمضرب كهربائي. هيك بكون خلصناه. هذا حيكون قوامه مايونيز. طبعا بده تقريبا 5 دقائق الى 10 دقائق خفق بالمرتبة الكهربائي. خلصنا، وهي طريقة التقديم. اذا عجبكم الفيديو فياريت فضلا وليس امرا تشتركونا بالقناة وتحطوا لايك، واذا عندكم اي سؤال ياريت تكتبوها بالتعليق. شكرا.